بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أرحب بفضيلته في مطلع هذه الحلقة، فأهلا وسهلا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لا يزال الحديث موصولا عن العمرة، والتي يناسب أن يذهب إليها الكثير من المسلمين في هذا الشهر المبارك، ولعلنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال حول حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين، في رواية مسيرة ثلاثة أيام. فالمهم أنها لا تسافر ما يسمى سفرا إلا بوجود محرم يصونها ويقوم بمصالحها، لأنها عورة، ولأنها ضعيفة، قد تتعرض لمشاكل في السفر، والسفر ليس بالأمر السهل، السفر قطعة من العذاب، فالمرأة يشترط لها المحرم. وجاء رجل يريد الغزو في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال: أرجع فحج مع امرأتك. والعمرة والحج وغير ذلك من الأسفار لا بد للمرأة من محرم، فإذا لم تجد محرما فإنها تجلس في بلدها وفي بيتها، أحفظ لها وأبعد لها عن الأخطار. وهذا يشمل كل زمان ومكان، وسواء كان السفر على الأقدام أو على الرواحل أو على السيارات أو على الطائرات أو على المراكب أو غير ذلك. عموم الحديث يتناول كل زمان من أزمنة الدنيا، لأن المرأة دائما وأبدا بحاجة إلى المحرم في سفرها. نعم. لكن لو سافرت شيخ معها جمع من النساء، والطريق غالبا مأمونة، ومعهن من يقوم بأمرهن؟ من قال إن الطريق مأمونة؟ الطريق يعتريها ما يعتريها، حوادث مرور، وربما يحصل تعطل السيارة، وربما أن الطائرة تتجه إلى غير البلد الذي ذهبت إليه لعارض عرض، ويحصل عوارض في السفر. وأيضا عموم الحديث يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا عام. والمرأة التي خرجت للحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها خرجت مع الحجاج، ما سافرت وحدها، ومع ذلك أرجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ليحج معها. نعم. لو عاقبتم فضيلة الشيخ على تساهل النساء وأولياء أمورهن بقضية المحرمية للمرأة في خروجها مع الأجانب، سواء في السفر أو في داخل المدن؟ في داخل المدن لا يسمى سفر، لكن قد يكون خلوة، فلا يحل للمرأة أن تخلو مع رجل ليس من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. سواء كانت الخلوة في بيت أو في سيارة أو في مستشفى أو في إدارة من الإدارات أو غير ذلك. أما إذا كان معهم من تزول به الخلوة من الرجال أو النساء من غير ريبة فلا بأس بذلك. نعم. الصبي المميز شيخ يعتبر محرما في هذا؟ لا يكون المحرم إلا بالغا، أما من دون البلوغ إنه لا يكون محرما للمرأة. نعم.
تقول هذه تعودت أن أحرم بثوب جديد أشتريه، وزوجي يقول لي أحرمي بأي ثيابك إن شئت، فهل علي شيء إذا التزمت شراء ثوب جديد لكل عمرة أو لكل حج؟ لا داعي لشراء ثوب جديد، بل كما قال زوجك أحرمي بما عليك من الثياب العادية التي ليس فيها زينة، وليس للإحرام بالنسبة للمرأة ثياب خاصة، وإنما نهيت عن شيئين فقط، عن لبس القرقع وعن لبس النقاب، وما عدا ذلك فإنه حلال لها أن تلبس ما جرت عادة النساء في بلدها بلبسه مع التستر والصيانة. نعم. أيهما أفضل بالنسبة للعمرة للوالدين أم الدعاء لهما؟ العمرة لهما أفضل، لأن العمرة حج، نوع من الحج، وأيضا هي تشتمل على الدعاء، فيجمع بين العمرة وبين الدعاء لوالديه. نعم. بارك الله فيكم. أيضا تقول نسيت أن ألبي بالعمرة عند الميقات، فهل علي شيء؟ التلبية بالنسبة للمحرم سنة ليست واجبة، إن أتى بها فهذا هو الأفضل، وإن لم يأتي بها فإحرامه صحيح. نعم. ربما قصدها هنا أن ألبي يعني بالنية، أو أنها تلبي. كذلك التلفظ بالنية في الإحرام ليس بواجب. نعم. يجوز أن يذكر ما أحرم به من النسك، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، تلفظا. فإذا لم يذكره فإن إحرامه صحيح، يكفي ما في القلب، النية في القلب. نعم. كيفية غسل الإحرام شيخ؟ غسل الإحرام كغيره من الأغسال المستحبة هو للنظافة، اغتسال للنظافة، فإذا كان على المسافر أو ساخ أو عرق أو غير ذلك فيستحب أن يغتسل قبل الإحرام ليدخل في الإحرام وهو نظيف الجسم طيب الرائحة. أما إذا كان الإنسان نظيفا من الأصل مثل أسفار هذا الوقت، فإن الإنسان لا يتعرض لغبار ولا يتعرض لطول مسافة، قد يكون في طائرة خلال ساعة أو أقل من ساعة وهو يصل إلى الميقات، لا داعي إلى الاغتسال مرة ثانية. إذا اغتسل في بيته فإنه يكفي لقرب العهد. نعم. تقول هل يجوز لي أن أمس شيء من الطيب إذا أردت الإحرام؟ يجوز، يستحب للرجال والنساء تنظف والاغتسال، وأما التطيب فبالنسبة للرجال فيتطيبون بما ظهر ريحه وانتشر ريحه، وأما النساء فإنها تتطيب بما يظهر لونه ويقل ريحه كما ذكر الفقهاء، الرجل يتطيب بما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، وأما المرأة فبالعكس تتطيب بما ظهر لونه وقل ظهور ريحه. نعم. وهل لهما أن يمس ثياب الإحرام بشيء من الطيب؟ لا، التطيب بالبدن، أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هل يستحب للإحرام أداء ركعتين؟ إذا أحرم بعد فريضة صادف وقت الإحرام وقت الفريضة فيستحب له أن يأتي أن يحرم بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الوقت ليس وقت فريضة فبعض العلماء يقول لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، ولكن لو صلى وأحرم بعده في غير وقت نهي فإنه لا ينكر عليه في ذلك. نعم. تقول هذه أيضا في سؤالها ما معنى التلبية التي يلبي بها المعتمرون والحجاج؟ التلبية ذكر لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، ومعناها معنى ألب مأخوذة من ألب بالمكان إذا أقام به، أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، وقيل معناها من الإجابة لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، فهي إما بمعنى الإجابة وإما بمعنى الإقامة كما فسرها بذلك أهل العلم، وهي ذكر لله تشتمل على التوحيد. لبيك لا شريك لك تشتمل على التوحيد ونفي الشرك، وهذا مما يذكر العبد في حال إحرامه وفي جميع عباداته، أنه يجب عليه أن يخلص العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين، فهذا مما يذكر المسلم بالتوحيد وينبهه على تجنب الشرك، لأن الشرك يحبط العبادة، فيخلص عبادته وحجه وأمرته وإحرامه ونيته وقصده لله عز وجل حتى تكون عبادته مقبولة عند الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، داعين الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويوفقنا إلى إقامة حق هذا الشهر العظيم، يرزقنا فيه الصوم إيمانا واحتسابا والقيام فيه أيضا إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.